صباح الخير او مساء الخير اينما كنتم النهارده معدنا مع مجموعه جديده من من اسماء الله الحسنى عندنا الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر الواجد الرقم الطاقي بتاعه 14 بيقول لخمسة وبيتكون من كل العناصر بتاعه الكون فيه الترابي والناري والهوائي والماء فاسم الواجد هو قريب جدا من فكرة الخالق يعني بيوجد أي حاجة من العدم فكان طبيعي أن احنا نشوف كل عناصر الكون موجودة في تكوين هذا الاسم من ضمن الحاجات والخواص الجميلة للاسم ده أن اللي بيسبح بيه وهو طبعا رقم الطاقي بسيط بيعمل عملية نشوة إلهية بيقدر الإنسان أنه يستحضر فكرة أن ربنا هو اللي بيوجد كل شيء وبيوجده هو نفسه وانه مش محتاج حد ل... ل... لعمليه الوجد دي عكس كلمه الوجد هو الفقد وبالتالي ان الانسان اللي فقد حاجه لو سبح بيه بيبدا يبقى في نوع من الترتيب على هذا الشعور بالفقد وفي نفس الوقت لما حد بي... بيسبح بيه برضه بيبقى وما فقدش حاجه بيحميه من ان هو يتعرض لعملية فقدان علشان كده اسم يا واجد يا ماجد بتبقى موجودة في كتير من الأدعية في الاستهلالة بتاعتها عايزة أضيف معلومة هو إن إحنا لما بنسبح بالاسم لوحده دي لها طاقة لما بنسبح بالاسم الآخر بيبقى له طاقة يعني الواجد لوحدها لها طاقة الماجد لها طاقة والاتنين مع بعض لهم طاقة ثالثة كما لو إنه اسم ثالث يا ماجد رقمها الطاقي 48 بتخلص لتلاتة ونصها يعتبر طاقة نارية للتحول الماجد في المعنى اللغوي هو المجد والكبرياء ولكن لها معنى آخر وهي الوفرة الشديدة ودي لما بنسبح يا واجد يا ماجد بالضبط كأننا بنقول يعني يا خالق كل شيء بوفرة لكن الوفرة هنا ما هيش وفرة مادية هي وفرة أكتر في المعرفة والإدراك والسمو الإنساني حاجة كده زي الغني المغني لكن الغني المغني بتبقى معناها شامل الأشياء المادية أيضا كلمة الماجد هي صيغة مبالغة برضو ولكنها قريبة من المجيد لكن المجيد بتبقى في القيمة والمقام اللي بيسبح بالماجد كتير خصوصا لو كان حاكم أو ملك أو مسؤول بيتمكن أكتر من سلطته ومملكته وعمله في طبعا مقولة أخرى هي أنه لو تسبح به 400 مرة في اليوم مساء وصباحا بيقدر أنه هو يفهم لغة الحيوانات مش مقصود بيها طبعا انه هيتكلم لغتهم ولكن مقصود بيها إنه هو بيكشف عنه برضو كشف روحي على انه يستشف الحيوانات دي عايزه ايه أه يعني الناس اللي بتعمل مثلا انيمال ريكي او اللي هي بتتعامل مع الحيوانات اللي زي مثلا الدكاتره البيطريين او كده لو سبحوا بيه بيبداوا يبقى عندهم زي نوع من الكوميونيكيشن ال اكتر مع أه البهائم ال أه ازاي نتخلق بقى بهذا الاسم هو ان احنا يبقى عندنا بنعامل الناس الاول بخلق عالي وبصفح وعفو وسعه اخلاق لان حتى التسبيح بهذا الاسم برده والتخلق بيه بيخلي الانسان مقبول وممجد من الناس اللي حواليه عايزه اذكركم ان احنا كل اسم بنتعامل مع عشان يتفعل فبيبقى مطلوب مننا ان احنا نتخلق بصفاته الحميده وفي نفس الوقت ان احنا نطبقه في حياتنا الخمس قنوات اللي احنا كلنا كنا قلنا عليهم لما احنا بنبدا نشغل فيهم هذا الاسم في القول والفعل والفكر وال... وال... والنيه وال... والشعور فاحنا في الحاله دي بنبقى بن... بن... بنفعل هذا الاسم في حياتنا فالطاقه بتاعته بتجيلنا وبالتالي بتحصل الحاجات اللي احنا بنقول انها بتحصل الواحد الواحد اسم الله اللي رقمه التاقي 19 بيقول إلى واحد طبعاً دي معجزة أخرى في معجزة الأرقام والحروف الواحد معناه في اللغة هو المنفرد اللي مالوش نظير يعني حاجة كده very individual كده unique مختلف والحقيقه هو طبعا الواحد بمفهوم كلمه الواحد او الاحد الاثنين دول مقصود بيهم الله طبعا سبحانه وتعالى ولكن مظاهر التوحيد بتظهر في ثلاث درجات اول حاجه هي وحدانيه الله لنفسه يعني توحيد الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى لنفسه وتوحيد العبد لربنا سبحانه وتعالى. ثم ربنا بيبدا يدي الحق يعني بيدي للعبد العطاء لانه يكون متفرد ومنفرد فبالتالي لما احنا بنسبح بهذا الاسم اللي هو الواحد بيخلي الانسان يشوف الانديفيدواليتي بتاعته وتاكيدا على ان الانسان له وحدانيه هو كمان لكن طبعا على المستوى الانساني هو انه له بصمته الخاصه سواء في الصوت او العين او اليد او البصمه الفلكيه البصمه الرقميه الدي ان اي وبالتالي الاندفدواليتي دي بتبقى ظاهره الانسان اللي بيسبح بالواحد بيبدا يفعل الاندفدواليتي بتاعته اللي في الاساس هو مخلوق بيها فما بيحتاجش بقى يعمل مجهود ولا يشعر مثلا بالاضطهاد ولا يشعر ان هو واحد من ضمن مجموعه كبيره ماشيه كده في وسط الناس الانسان بيحب ان هو يشعر بانه متميز وعلشان يلاقي هذا التميز بيفعله بهذه الطريقه. من افضال هذا الاسم ان هو اولا هو من اقوى التسبيحات اللي ممكن الانسان ان هو يستعملها لان ده من أسكار التوحيد عند السالكين آه لو تقرا ألف مرة آه بيخلي الإنسان آه يشيل الخوف من قلبه آه يشيل الشعور من أنه هو آه ماشي في وسط زحمة ودوشة يبدأ يشعر بارتباطه هو كإنسان ب بأقوى قوة ممكن هو يرتبط بها وهي قوة الله الواحد سبحانه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان هو سمع راجل كان بيسبح بيقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فرسول عليه الصلاه والسلام قال سال الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب فطبعا الدعاء ده من الحاجات اللي لها فضل كبير جدا من افضل هذا الاسم برده ان لو ست او راجل ما عندهمش قدره على الانجاب ممكن ان هو يبدا يفعل فكره الوجود وانه يبدا يبقى عندهم القدره على الانجاب ايضا في بيامن الانسان من زي ما قلنا من الخوف لكن كمان تحديدا في الغربه ولما بيجي لنا وساوس بقى كده انا قلت لكم قبل كده ان احنا التسبيح بيخلينا نقدر ان احنا نتحكم في افكارنا لانه بيبدا يفعل الجزء الثالث من القلب اللي هو الجزء الروحاني او اللي هو اسمه قلب البصيره فلما بيشتغل على المستوى الطاقي ده ساعتها بيبدا ان هو يمنع الافكار السيئه اللي بتخلق مشاعر سيئه وبالتالي بتعمل بلوكج في الخمس قنوات اللي اتكلمنا فيهم الصمد رقم التاقي 134 ليقول إلى 8 الصمد ترجمة هذه الكلمة لغويا من أصعب الكلمات ولكنها بالمعنى تقريبا هي أن كل شيء متوقف على الله فلما بنقول أن الله الأحد الصمد وزي طبعا صيغة سورة الإخلاص بالكامل بنبدأ نشوف أن أو تتجلى فكرة ان ربنا وحيد او احد وكل شيء بيتوقف عليه لا يعتمد على احد وقائم بذاته مفيش اي اعتماديه اي كائن او مخلوق او شيء في هذا الكون لازم يعتمد على حاجه تانية يعني احنا بنعتمد على النفس مثلا ان احنا نعيش ده اقل حاجه فيها اعتماديه انما ربنا سبحانه وتعالى قائم بذاته لا يحتاج أي شيء وكل شيء متوقف عليهم الصيام والامتناع عن الأكل والشرب أو الخلوة أكتر كمان عشان الامتناع عن الكلام كمان والحياة في وسط ناس في فترة الخلوة وفترة الصيام بنفعل هذا الاسم بشكل كبير جدا وعشان كده الناس اللي هي بتصوم كتير وعندها دي من ضمن العادات اللي هي مستمرة عليها مش بس في رمضان ده بيخلي عندهم شعور بالحرية شعور بعدم الاعتمادية على حد تاني والتسبيح بيه بيعمل نفس الحاجة فأي حد عنده شعور بتعلق عالي واعتماد على حاجة في حياته لما بيفعل هذا الاسم بيقدر ان هو يتخلص منها ويتخلص من شعوره بانه مش عارف يعيش من غير الشيء ده القادر رقمها الطاقي 305 بتقول 8 معنى القادر هو صاحب القدره التامه الكامله ما بيحتاجش بقى المقدمات ولا الاسباب بيدبر الشؤون كلها بيقدر على اي شيء فقدرنا فنعم القادرون الفرق بين اسم القادر والمقتدر وهما مرتبطين ببعض هو اسم القدير اتشال من الاسماء حسن 99 لكن ورد في القرآن كتير جدا هو أبلغهم هو المقتدر طبعا لكن القادر الكلمه نفسها مطلقه قادر يعني قادر على أي شيء وكل شيء وهنا علينا إن احنا نستحضر حاجه مهمه جدا وهو إن الناس أوقات بتغتر وبتدخل في اللي هي ترمي أوف مايند شويه. إن الإنسان بيتصور إن أنا طيب أنا ليه أدعي بإن ربنا يثبتني مثلا؟ طب ما أنا متأكد من نفسي وقادر على إن أنا أتحكم في نفسي، لأ أنت بتتحكم في نفسك بقدرة الله سبحانه وتعالى، لازم إن إحنا نسبح بإن ربنا يثبتنا على إيماننا وعقلنا وعلى حالتنا يعني طلبنا للتثبيت من الله سبحانه وتعالى لإن إحنا بنتصور لوهلة إن إيه اللي ممكن يتغير؟ مفيش حاجة ممكن تتغير أنا أقدر أتحكم. لأ ما اختارش بهذه القدرة الإنسانية أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ده الشيء اللي إحنا لازم نستحضره وقت التسبيح بالقادر. الأفضل بتاعة تلاوة أو ذكر القادر عدد كبير من المرات أنا بفضل الحقيقة العدد الرقم الطاقي ولكن هو كان ورد في كتب السلف 100 أو 200 مرة بعد صلاة ركعتين لوجه الله ان ده لما يبقى حد حاسس ان هو في قدامه حاجة مش قادر ان هو يعملها سواء حاجة مادية في الدنيا او حاجة روحانية مش قادر ان هو يعملها لما بيسبح بيها ربنا بيديله هذه القدرة المقتدر رقمها الطاقي 744 مرة بتقول الى رقم ستة وفيها كل الطاقات الكونيه. لو كان القادر هو القدره المطلقه فالمقتدر هو القدره الخاصه جدا يعني التمكن درجه التمكن من القدره وبالتالي في تحقيق تفاصيل وسبل تجلي القدره نفسها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده التسبيح بيه بيبقى للناس اللي بتبقى شغاله في حرف في في اعمال معينه في حاجات محتاجه تمكن واقتدار ودي ساعتها الحقيقه الانسان لما بيدعو بيها ربنا بيفتح عليه وبيقدره على الحاجه اللي هو بيبقى محتاج ان هو يعملها بتفاصيلها وبيهيأ له السبل لعملها فاكرين الشرح ما بين الوهاب والرزاق والفرق ما بينهم هي بالظبط نفس الفكره ولكن في مجال القدره الوهاب كانت زي المطر بينزل على كل الناس بوفره من غير اي تحديد، اما الرزق فهو قنوات الرزق نفسها زي قنوات الميه اللي بتجري مش مش على كل حاجه لكن هي لها مسار معين، نفس الفكره في القادر والمقتدر، القادر هي اللي بتشمل كل شيء اما المقتدر فهي القنوات الخاصه بهذه القدره. واسم الواحد في الكتاب المقدس. في الآية ولكن الرب واحد وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد أنا كده خلصت النهاردة المجموعة دي وأراكم على ألف خير وربنا يتقبل من جميعاً